فادرين معكم نزار مروك جيمر في فيديو جديد وما نشوفو انبوكسين ديال نينتندو سويتش برو كنترولر. هذا اغلى كنترولر كاين في السوق دابا نينتندو سويتش اوفيسيال سون فيل. فيه شحال ما عرفتش شحال من ساعه ديال الجيم بلايز يعني فيه تقدر تلعب به. نشوفو شنو البوان فور ديالو البوان فيب ديالو ونعمل واحد الانبوكسين خفيف وظريف ديالو. ليتس جو. اذا نحاولو نبداو الانبوكسين كما العاده. خصنا سي اس جو نايف اوف كورس كونتر سترايك نايف الاساسيات ديال الانبوكسين. باكيه كتجي سهله دونك ما كنظنش فيها شي حاجه اللي صعيبه بزاف. هذا احسن كنترولر تقدر ديواه بالنسبه لنينتندو سويتش ويكون سون فيل. دونك بوين فور ديالو هو فيه اتش دي رامبول, فيه سكانر ديال الاميبوس يعني ديال هادو, فيه سكانر ديال الاميبوس اللي كيتاوك دي كتعاودك بعض الاشياء اللي كتزيدهم باللعبه. اوكي غنحاولوا نشوفوا الانبوكسين ديال هاد البياسه كيف غيكون. عندنا كارتونه وحده زولوا هادي. عندنا او الجيد ديوتيليزاتور قد فضيحه. الجيد ديال ليوتيليزاتور قد فضيحه. دونك العشيور نجمعوه فوالا نخليوه هنا. نشوفوا شنو عندنا هنا الجيد ديوتيليزاسيون بلا بلا بلي بلا بلا بلا. المهم هادشي كنظن ما لقاش فيه شي مشكل. زولو سلاح السي اس جو الطريق. دابا نكملو الانبوكسين. ما كيجيش معاه شي حاجه بزاف. عندنا الكابل ديالها باش تروشارجيو بها بيان سور. خصنا داوي بين الكابل باش نروشارجيو المانيت. صعيبه فهاد اوكي دونك صعيبه فهاد المانيت هادي هو الثمن ديالها. الثمن ديالها شويه قاصح دونك حاولوا تلقاو دي بروموسيون. حداو على دي بروموسيون باش تبروها بثمن مناسب. نجيبو دابا لا مانيت. دونك مانيت مبروتيجيه مزيان. كنت عاد نجيب دونك انا كما كتشوفوا الفيديو اخر فيديو شفتو عندي ديال السويتش كان على واحد البياسه اللي كتخليك تخدم المانيتات ديال الاكس بوكس 1, مانيت ديال مات الاكس بوكس 1, مات البلاي ستيشن 4, مات البي سي كاملين كتخليكم تخدموهم في السويتش. ولكن انا ان شاء الله دابا عندي ثلاثه ديال لي مانيت. دونك كنقولوا يعني ديك عندي المانيت اوفيسيال اللي كنقسمها على جوج وعندي المانيت الاكس بوكس 1. دونك ثلاثه د المانيت كيكونوا. دونك بغيت نزيد الرابعه. علاش بغيت نزيد الرابعه؟ الرابعه اول حاجه نقدروا نلعبوا باربعه بينا جوج يقسموا ديك نينتندو سويتش المانيت الصغيره نينتندو سويتش وجوج اخرين انا نحاول نجيب لكم. صبر معايا فوالا. دونك بالنسبه للسويتش بغيت انه جوج يلعبوا, واحد يلعب بهادي واحد يلعب بهادي واحد يلعب بهادي وواحد يلعب بالمانيت اكس بوكس 1 اذا كنا لاعبين اربعه بينا. واذا كنا لاعبين ثلاثه بينا واحد يلعب بهادي واحد يلعب بالمانيت مجموعه هادي وهادي مجموعه مع بعضياتهم والثالث يلعب بالمانيت ديال نجيبو المانيت الاكس بوكس 1 الثالث يلعب بالمانيت ديال الاكس بوكس 1. اوكي دونك فهمتكم وشرحت لكم علاش بغيت هذا الكنترولر هذا حيت القيمه ديالو في الثمن غاليه بزاف. اوكي غنحاولوا نقارنوا بينه وبين المانيت ديال اكس بوكس 1 حيت هو هاد المانيتات بجوج هما اقرب مانيت من بعضياتهم. دونك ما كيديش في المانيت ديال البلاي ستيشن 4. شفتوا المانيت ديال بلاي ستيشن 4 لا علاقه مع المانيت ديال الكنترولر ديال اكس بوكس 1. اوكي كتشوفوا كان واحد الفرق كبير بيناتهم بجوج. لذا قررت انني نلعب بهادي. اوكي دونك نشوفوا شنو الفرق بيناتهم. اوكي نحاولوا نشوفوا الاحساس بعدا في التشبيره هادي صغير. اوكي دونك هادي التشبيره ديالها صغيره شي شويه على هادي دونك ومحكومه اكثر. دونك انا بالنسبه لي هاد المانيت هادي كونفورتابل اكثر من هاد المانيت ديال الاكس بوكس 1. اوكي بالنسبه لي كونفورتابل اكثر وسهله في الاستعمال وخفيفه اكثر. دونك هذه علاش غاليه؟ حيت فيها الفيبراسيون اتش دي يعني الرامبل اتش دي, فيها سكانر ديال الاميبو. دونك كتجيب الاميبو دونك الاميبو ديالك كتجيبها وكتسكانيها هنا وكتنزلها وكتدخل لك الايتمز في اللعب. اوكي حاجه الثالثه اللي مغاليها هي انها سون فيل. ورابع حاجه لان نينتندو هادو هما الفعايل ديال نينتندو كيغليو الحاجات. ورابع حاجه اللي بغيت نهضر عليها هو كاليتي ديال بياسه ديال نينتندو. دونك بياسه ديال نينتندو دائما كيكون عندهم واحد كاليتي واعره ديال برودكسيون. والحاجه الاخرى عاوتاني اللي مغليها اكثر هو الساعات اللي كيقدروا يبقاو فيها هذا المانيت. دونك هاد المانيت كتشارجا وكتبقى واحد الساعات بزاف. دونك غنزولو
لو بلاستيك ديالها او غلوس غلوسي غلوسي ما كتشوفوا هادشي غلوسي ديالها. اوكي دونك هادي هي المانيت ديال نينتندو سويتش برو كنترولر. كنت تسنيت بزاف باش ندي هاد المانيت هادي، كان عندي انتظار كبير بزاف. اوكي وكنحاولوا نشوفوا الكليك مقارنه مع ديال الاكس بوكس 1. هادي خفيفه شي شويه على الاكس بوكس 1. الانالوج خفيف على هاد الاكس بوكس 1. هذا كنحاول نقارن لكم بين لي زانالوج العاديين، وهذا ثقيل شي شويش على الاكس بوكس 1. والدي باد، دونك الدي باد عندنا هيدا هيدا. اوكي دي باد حتى هو مزيان صالح للكومبا، وخاص غير وار شي شويش. كنظن الدي باد ديال الاكس بوكس 1 احسن من الدي باد ديال نينتندو سويتش، ولكن كل حاجه لافونتاج ديالها وديزافونتاج ديالها. دونك هادي كتقدر تشارجيها وتخليها بزاف ديال الساعات كتلعب سون فيل، وفي نفس الطو كتلعب كونفورتابل اي جو. تقدر تلعب زيلدا، تقدر تلعب ماريو كارت، غتحتاج فريمون تكون كونفورتابل اذا بغيتي تلعب ساعات بزاف. ولافونتاج كبير ديال هاد المانيت هادي هو انك تقدر تلعب مع صحابك بزاف بيكم. السويتش فيها بزاف ديال لي جو اللي كيتلعبوا باربعه بثلاثه بجوج، وهادي غتصلح مزيان باش تكمل لي الكوليكسيون ديالي ديال نينتندو. رجعنا باش نختموا القضيه كيف عامله. نينتندو سويتش برو كنترولر هو هذا، ثقيل كاليتي واعره. ديفو الوحيد اللي فيه هو الغلا بزاف، غالي بزاف. دونك حاولوا تبروه بشي بروموسيون كيف ما كان. غتحتاجوه باش تلعبوا به اوفيسيالمون، يعني تحتاجوه باش تلعب معاه شي حد، يعني دابا باش تلعبوا باربعه بثلاثه بجوج. وغتحتاجوه دابا باش تلعب اوفيسيالمون يعني في جو لي خصك شي مانيطا نتينا مساس بمانيطا ديال الاكس بوكس 1 ولا البلاي ستيشن 4. خصك شي مانيطا اللي كبيره حيت اخرى الصغار ديال نينتندو سويتش يقدروا يجيو معاك يقدروا ما يجيوش معاك. اوكي دونك نتمنى يعجبكم هذا الانبوكسين والريفيو ديال نينتندو سويتش برو كنترولر. تساو شي كما عاده بومبارديو اللايكات، كومونتيو تحت الراي ديالكم في الفيديو اليوم، بارطاجيو اذا بغيتو. اذا ما كنتيش مابوني كليك على سبسكرايب او غادي تخرج نوتيفيكاسيون باش تشوفوا الجديد ديال الفيديوهات ديالي. اوكي يلاه خليكم فيديو سمجين، تهلاو بيس.